أهلا بكم. دورة الماء هي بمثابة دورة الحياة على الأرض، تسمح بالتطهير الطبيعي للمياه وإعادة توزيعها على سطح الأرض، وتعد الشمس المحرك الرئيسي لدورة الماء، حيث تقوم بتصحيح الأسطح المائية للمحيطات والبحار والأنهار والبحيرات، ما يؤدي إلى حدوث التبخر، وكذا تقوم بتسخين أوراق الأشجار والنباتات فيقع النتح. المياه متبخرة وبسبب خفة كتلتها ووجود تيارات هوائية صاعدة ترتفع من الأجواء العليا، وبفعل انخفاض درجة الحرارة ووجود الهباء الجوي تتكاتف قطرات المياه فتكون السحب. تتحرك السحب بفعل التيارات الناجمة عن الدورة الهوائية، وقد يصل بعضها إلى الأجواء المقابلة لليابسة، وعندما يصل التكاتف إلى درجة معينة وبفعل الجد بها تسقط قطرات المياه على شكل ثلوج أو أمطار أو سقيط. هذه التساقطات هي التي تغذي الشبكة المائية، بدءا من الثلوج المتراكمة في أعلى الجبال إلى مياه الأنهار والجداول الجارية وحتى مياه البحيرات والمياه الجوفية، فضلا عن الرطوبة المختزنة في التربة وفي الغلاف الجوي. هذه المياه هي المياه العذبة التي تتوقف عليها حياة الإنسان وأنشطته، حيث يستغلها في ري المزروعات وتزويد المدن بالماء الشروب وبناء السدود لإنتاج الكهرباء وغيرها. وقد يلجأ الإنسان إلى استغلال الفرجات المائية الباطنية التي تراكمت في باطن الأرض على مدى آلاف السنين، وذلك بضخها واستغلالها لأغراض مختلفة. هذه الدورة، أي دورة الماء، هي أيضا أساسية بالنسبة للكائنات الحية الأخرى من نباتات وطيور وحيوانات، إذ تندر الحياة في المناطق البعيدة عن دورة الماء مثل الصحراء الكبرى. كما تساهم دورة الماء في تشكيل سطح الأرض، حيث أن مياه الأنهار الجارفة تحرك الرواسب من عالية النهر إلى سافلته، وتسبب في تخديد مناطق وتسطيح أخرى، فتظهر الجبال الوعرة والمناطق المنبسطة. كما أن فائض المياه قد يعود إلى البحار فيدخل من جديد في دورة مياه متشددة، وتساهم دورة الماء في تجديد الموارد المائية وإعادة الاستفادة منها على مر السنين. إلا أن عوامل التلوث الصناعي والاحتباس الحراري أثرت كثيرا على هذه الدورة الطبيعية، وأصبح علماء المناخ يتحدثون عن دورة جديدة للمياه تتمثل في عدم التوازن بين مناطق تشهد فيضانات كارثية مقابل أخرى تشك باستمرار. السلام عليكم.